عايز اقول هو كلهم اصدقائي بس ده صديقي الانتيم في الوسط الفني. يعني كنا عباره عن عيله انا مسرح بالذات مع بعض، سفر مع بعض، خروج مع بعض، حتى بنعز ياما عزينا انا وهو، مش متخيل ان حد يعز. أستاذ غسان مطر أكثر من 20 سنة تعامل مع بعض، أخ كبير تعلمنا منه حاجات كتير قوي. يعني كان دايما نحس إن هو زي ما قال طبعا الراجل الطيب الشرير الجميل الأخلاق، كان من حظنا إن هو يعيش معانا ويموت وسطينا. مكان لله في نجم كبير قوي غسان مطر.